السلام عليكم البنات، خواتات، الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم واحد المادلين كيجيو زوينين بحال كل اللي باغيهم، على حسب المدرسه، الوليدات، الفطور، الكوتي، كل واحد والاختيار كيبقى ليه. كيف كتشوفوا عندي معايا هنايا في المقادير، عندي ثلاثه البيضات وعندي واحد القشره ديال الليمونه محكوكه، واحد شويه ديال السكر هذا داك البني على حسب تاع التزيين، شويه الشوكولاته حبيبات حتى هو، وعندي واحد صاشيه ديال الفاني، وواحد صاشيه ديال الخميره ديال 16 غرام، وواحد الكاس ديال العصير ديال الليمون، كاس السكر، كاس الزيت، وعندي واحد ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، وعلى حسب الخليط. المهم كنجيبو واحد البول بحال هكا، كندير فيه واحد القريصة ديال الملحة، ثلاثة البيضات، بسم الله، كنديرو بحال هكا بوحدة بوحدة، كنشوفو لا تكون خاسرة ولا شي حاجة. كنجيب داك الكاس ديال السنيدة حتى هو كنديرو معاه هاد البيضات، غادي نجيب واحد الطراب نطربهم مزيان ان شاء الله ونرجع معاه. هانتوما كتشوفو معايا ملي كنخلط داك البيض هو داك السكر وداك شويه الملحه مزيان بحال هكا، كنزيد عليهم ديك الساشيه ديال الفاني، نخلطو واحد شويه، اول خليط ولا عندنا على شكل كريمي بحال هكا. كنجيب داك كاس الزيت وكنبقى نخلط، نخوي بشويه ونخلط بحال هكا باش كيجيو هاد لي مادلين ديالنا خفاف. كنزيد ديك القشره ديال الليمون ولا الحامض، كل واحد على حسب الاختيار ديالو والذوق ديالو. كنزيد داك الكاس ديال الليمون حتى هو انا راه عابره ثلاثه الكيسان، وهنا غادي نخلطهم ونقول لكم بالضبط شحال الزيت واش قل ولا كثر، حيت كل مره على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. المهم انا غنكملها ان شاء الله ونرجع معكم. المهم البنات هانتوما كيف كتشوفوا معايا، شابط ليا تقريبا من دوك ثلاثه الكيسان شي معلقه ديال الدقيق بحال هكا، هانتوما القوام ديالها كيف كيجي بحال هكا. غندير ديك الساشيه ديال الخماره،
المهم البنات هانتوما كيف كتشوفوا القوام ديالها ملي كنخلطوا كلشي بحال هكا. بسم الله. ما نعمروهمش بزاف، خليو لي من حساب باش يتنفخو. المهم البنات هانتوما كيف كتشوفوا معايا مني كملتهم، كنجيبو شويه ديال الشوكولاط بحال هكا حبيبات. هادو ندير لهم شويه ديال السكر ثاني طاب، وكل واحد يدير على حسب اللي عنده واللي الاختيار ديالو. كنديرهم في الفران بارد، كنديرهم على 180 درجة. كنجيب واحد الغطا بحال هكا وكنحطها في بحال هكا، عاد كنخشيها الفران على حساب باش ما يطيبوا على خاطرهم وما يتحرقوش. المهم البنات هما دوك لي معدلين ديالنا طابو، هما كيف كتشوفوا كيجيو محمرين وزوينين كيجيو رطبين. المقادير اللي عطيتكم خرجوا لي 16 وحدة، هما كيف كتشوفوا غادي نحل معاكم واحد الوحيده بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو رطبين وزوينين، نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. وشكرا لكم بزاف، وشكرا للبنات اللي شاركوا في القناه، والسلام عليكم.